السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الصور. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وبعد القراءة إن شاء الله نشوف رسالتك من الرسائل يا برج الصور بتقول لك إيه. يلا بينا نشوف توقعات برج الصور بالوضع. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. دايما يا برج الصور إن أنت بتحمد ربني، يعني دايما انت بتقول يا رب انا ماليش غيرك، دايما بتحمد ربنا يا برج الصور على كل حاجه عندك، حتى التعب والاذى كل شيء بتحمد ربنا عليه، دايما بتقول يا رب الحمد لله على كل حال انا ماليش غيرك يا رب، فبتحمد ربنا على كل خير لان قلبك طيب وبتتمنى الخير لكل الناس. فان شاء الله هتكون قراءتك جميله باذن الله وهتكون كلها بشرات وفرحات. بسم الله الكاشف، يا برج الصور شايف في حد ظلمكم، يعني هذا الشخص دخل حياتكم وعملكم أذى، عملكم تعب مع انكم قدمتوا له كل الخير وهو أذاكم. هذا الشخص انا شايف ان انتم برضه عشتم ايام في العذاب او في الظلم من الاشخاص اللي دخلوا في حياتكم وغدروا بيكم، لكن انا شايف ان انتم اتغيرتوا للاحسن، اتغيرتوا بتعاملوا الناس بشكل مختلف، لان انا شايف تغيرتوا في معاملة الناس. انا شايفك ان انت برضه حنين برضه على الناس اللي في حياتك، إيه على قد الغدر اللي انتوا عشتوه او الظلم اللي انتوا عشتوه، إيه لكن انا شايف برضه عندكم طاقه ايجابيه وشايف عندكم فرح باذن الله تعالى، وشايف شايف برضه الفرحه هتعم عليك باذن الله. شايف برضه اخلص من الخمول اللي عندك والكسل، اخلص من الخمول والكسل اللي عندك اللي تعبك اللي قافل عليك، ان انا شايف في غيمه حواليك، غيمه حواليك، فبلاش تخلي الغيمه دي تقرب منك اكتر من كده، والله تسيطر عليك هذا الغيمه، حاول تخلص منها، عشان انا شايف ان انتوا حاسين ان انتوا عندكم سحر، حاسين ان عندكم توتر، حيره، محتارين، حاسين ان عندكم سحر، وفي منكم مصاب بهذا السحر، اصابه، في منكم عنده هذه العلامات، تعب في القولون والعمود الفقري والاكتاف وكسل ونوم عميق وخنقة وعايش في الوحدة، في منكم ما أصيب من هذا السحر وفي منكم قرب منه، فحاولوا تخلصوا من هذا السحر بإذن الله. بسم الله الكاشف، أنا شايف إن أنتوا أي حد بيطلب منكم حاجة بتساعدوه على طول، بتديله اللي هو عايزه، أو حتى لو ما كانش معاكم الطلب اللي طلبه منكم بتسلفوه أو بتاخذوه من حد وتدوه ليهم برضه. شايف إن قلبكم طيب ما بتكسفوش حد، أي حد بيساعد تطلب منكم مساعدة بتساعدوه. أنا شايف في تواصل ما بينك وما بين حد، بس التواصل ده هيفرحك، لأن شايفك فرحان ومبسوط وبتضحك من وراء هذا التواصل ما بينك وما بين حد. بسم الله الكاشف، أنا شايف عندك نور، نور من بعد الظلمة، من بعد الظلمة شايف في نور، هتخرج من هذا الظلمة إلى النور، هتخرج بإذن الله تعالى من الظلمة ومن التعب، راح تخرج بإذن الله. شايف بسم الله الكاشف، أنا شايف هنا عندك حد بيأتيك في الرؤيات كثيرة، هو متوفي بس بيأتيك في الرؤيات كثيرة، حافظ على أو افتكر رؤياتك المنامية وتحصل قبل ما تنام، لأن يا برج الصور رؤياتك المنامية بتعطيك إشارات أو بتعطيك علامات أو بتعطيك حاجة وأنت بتنسى كل أحلامك، فحاول تتحصن قبل ما تنام بإذن الله تعالى عشان تفتكر رؤياتك المنامية صح. بسم الله الكاشف، لان انت بتصلي، شايفك بتصلي وبتقرا قران وملتزم باذن الله، فحاول تتحصن قبل النوم كي تفتكر احلامك، لان ليك بشرات ان انا شايف في طاقه نور حواليك، في طاقه نور حابه تكون معاك، ديالك من الله، طاقه نورانيه كويسه يا برج الصور حواليك، ان شاء الله تعم عليك بالخير باذن الله. بس خلي بالك في ناس في حياتك مش كويسه، مش بتحب لك الخير، حبالك تكون
انت محتاج لهم، وليست هم اللي يعني تكون انت المحتاج لهم، وليست هم اللي محتاجين لك، لكن هم اللي محتاجين لك، فهم بيتمنوا لك الشر وعايزينك تكون ساقط او واقع، وعايزين يشوفوك مكسور، لكن انت كاسر الكل بطيبة قلبك وبنيتك الخالصة لله، لانك ما بتحبش تأذي حد وما بتحبش الأذى لحد، فدايما ربنا ناصرك ومخرجك من كل وقعة او من كل حاجة. شافنا في نقلة من مكان لمكان، انا شايفها دي ممكن تشتري حاجة، انك بتشتري منزل او بتشتري شقة او بتشتري ارض او بتشتري سيارة، انا شايف في شراء من حاجة بتشتريها غالية، شايف ان في بيع وشراء، ان انت بتشتري حاجة ان شاء الله بسم الله، دي هتكون في فرحة، واخيرا باذن الله تعالى هتكون ارتحت في هذا من بعد هذا الشراء الارض او شراء السكن، هتكون مرتاح باذن الله تعالى فيه، ان شافك مبسوط ومرتاح. شايف برضه حقك رادع، واللي ظلمك هيدوق ظلمه، هيدوق تعبه، نفس التعب اللي تعبته هيدوق وضعف ضعفه، ان انا شايفه مقهور وتعبان ومن الظلم اللي ظلموه لك، واللي قالوا عليك واللي افترى بيك واللي قال فيك ما ليس فيك، شايفه انه داق العذاب والتعب داقه. بسم الله الكاشف، انا شايف حقك رادع من كل الناس اللي ظلمتك، من كل الناس اللي ظلمتك حقك رادع، لان الناس دي وقعت عليكم بالظلم، افترت عليكم مع انك قدمت لهم الخير، اعطيتهم الخير لكن افتروا عليك. شايف هنا في حد تعبان، عنده تعب راح يشفى باذن الله تعالى، بس اتمنى برضه الصور تخلص من الطاقة السلبية الحسد أو السحر اللي ظهر قدامي، حاول تخلص منه بإذن الله تعالى، وأنا هسيب لكم اللينك اللي بيعاني من السحر أو من المس أو من الحسد أو من قرين أو من تابعة أو من تعطيل في صندوق الوصف تحت الفيديو، دوس على صندوق الوصف هتلاقي منزلكم اللينك كذا لينك للعلاجات بإذن الله تعالى، فضلا وليس أمرا أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، أنا شايف هنا في قضية هتربحوها، قضية إن شاء الله تكون كسبانة ليكم، هتكون فيها رزق ليكم، هذا القضية ممكن أقول القضية دي حدود حق أو فيها حق ديلك أو ورث، هي فيها مال ديلك من وراء القضية أو الربح هذا، لأن شايف فلوس رادعة ليكم، حقك رادع، إن كانت فلوس أو إن كانت حاجة أرض أو إن كانت شيء، في حقك رادع بإذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، شايف احسن الظن بالله، احسن الظن بالله وربنا هيكرمك ويفتح ليك الابواب المغلقه، ان شايف في باب مفتوح قدامك وهتدخل فيه باذن الله تعالى، الباب ده هيكون من وراه خير ودخلته خير، وهتحقق احلامك وهتوصل للي انت عايزه، هتوصل له بفرض الله تعالى، هتوصل للي انت عايزه، لان انا شايف طاقه النور حواليك، في طاقه نور كويسه حواليك وبتساعدك في فتح الابواب اللي فيها الخير، وبتبعد عنك الشر وبتبعد عنك المشاكل بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف، وابعد عن الناس، لان في ناس عايزه توقعك في مشاكل، عايزه توقعك في عراكيل، عايزه توقعك في حاجات كثيره، فمش كل الناس اللي تستاهل انك تقف معاها، مش كل الناس اللي تديها الامان او تديها الثقه او تقف معاها او تساعدها، ففي ناس برضو عاملة إن حبايبك أو بتحبك لكن هي خبيثة وليست طيبة، عايزة توقعك في مشاكل، لأن لو وقعت في مشاكل يا برضو الصور هي هتسيبك وهتمشي هذا الناس، وتكون هذا المشاكل بسببهم، وهم يلا هتقع في المشاكل وتحصل مشاكل هتلاقيهم سابوك ومشوا وانت اللي اتصديت لكل شيء. بسم الله الكاشف، انا شايف هنا برضو ان في حدا انت منتظرها في ردوع، او ردوع شيء، او ردوع عريس، او ردوع خطوبة، في ردوع حدا انت منتظرها، او ردوع طرف ممكن نقول خطيب حصل ما بينكم مشاكل، او زواج حصل مشاكل، او قريب بينك وما بينه، او اهل حصل مشاكل، في حد عزيز على قلبك حصل ما بينك وما بينه مشاكل، في رجوع، في عتاب، هيكون في عتاب من المكالمة وبعد ذلك هيكون في رجوع بإذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لم أغلق. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد.
في هنا برج برج الصور، شايف في مال دايلك، في مال دايلك، هتكون فرحان يا برج الصور بإذن الله. شايف في مال دايلك وريسك، في انفراجات راح يطرق بابكم الحظ بإذن الله تعالى، لأن قلبك طيب ونيتك خالصة لوجه الله بإذن الله تعالى. ودايما تدعي ربك بيقول يا رب أعطيني، فالخير هيفتح قدامك، الخير هيفتح قدامك بإذن الله تعالى. بس أنا شايف برضو إن السحر تاعبكم، حاسين بالتساقط الشعر، حاسين بالخزلان في الجسم، حاسين بالتعب، حاسين بالخنقة، حاسين بالضيقة، حاسين بالتعطيل، حاسين ان مفيش حدا بتكتمل معاكم، حاسين ان في نفور ما بينك وما بين احبابك. السحر في منكم من مسك في قلبه او مسك في جسده السحر سيطر، او مسك فيه السحر، حاولوا تتخلصوا منه احبابي في الله، كي تفتح معاكم الابواب باذن الله تعالى، او تاتيكم الفرحه ان شاء الله. انا شايف برضه هنا في متقدمين على كذا حد، فيها خير ليكم ان شاء الله، في كذا حدا متقدمين ليها، فيها خير، فيها فرحه، فيها انتصارات باذن الله. انا شايف منكم هنا بيجهز لسفر او عايز يسافر، انا شايف في سفر قريب قدامك، في مرحله سفر قدامك، وهذا المرحله فيها خير ليك وفيها دعم، في حد بيدعمك فيها او بيساعدك في هذا السفر. في منكم بيجهز السفر وفي منكم مسافر ان شاء الله. انا شايف هنا برضه في وجع في قلبك، شايف قلبك زعلان يا برج الصور، او في وجع في قلبك، لان شايف قلبك زعلان مكسور من حد خذلك او حد زعلك، لان شايف قلبك زعلان. بلاش تزعل قلبك، وبلاش تستدلب الطاقات السلبية على قلبك، اخلص من هذا الطاقات، لان شايفك ان انت بتكون بتحب الشخص ده اللي خذلك او ضحك عليك او كذبك او تركك. شايف قلبك مكسور لانك انت بتحبه وقدمت له كل الخير، لكن غدر بيك او حصل عراقيل او حصلت مشاكل، فانت قلبك مكسور وزعلان. بس انا شايف في حد هيدمعكم على خير، شايف في تدمع على خير باذن الله، شايف حد هيدمعكم على خير او يحصل تدمع ان شاء الله. انا شايف هنا في مكالمة هتأتي مفرحاك، هذا المكالمة مخليك مبسوط أو فرحان أو سعيد من سبب هذا المكالمة، المكالمة دي فيها خير ليك إن شاء الله، فيها فرحة ليك، يا رب تكون فيها فتح الأبواب كلها ليك في الخير. فضل وليس أمرا أحبابي في الله، دعم الفيديو باللايك. شايف هنا في حد هيدعمك أو في دعم خارج البلد اللي أنت فيها، خارج دولتك، في حد هيدعمك أو خارج بلدك، بس في حد هيدعمك وهيكون واقف معاك ومساندك او مساعدك، لان شايف من دايما وراه طاقه ايجابيه ودايما وراه فرحه وانبساط وسعاده ان شاء الله. ما تزعلش يا برج الصور على اي حاجه، ان الحاجه دي كلها مكتوبه وقدرك، وكل المكتوب لازم يحصل، فبلاش تزعل وسيبها على الله. احمد ربك على كل حال، احمد ربك على كل حال، وادعي ربك بفتح الابواب المغلقة، وربنا يبعد عنك كل ضرر، لان ممكن انت تفتكر ان هذا البيبان او الباب مقفول وبتحاول تفتحه مش بيفتح معاك، ايش عرفك ان هذا الباب ان فتحته من وراء هذا الباب خير، ممكن يكون مقفول لان وراه شر، فادعي ربك يفتح لك الابواب اللي فيها خير ليك. فبلاش يعني تعافر وتجاهد، لان ممكن تعافر غصب عنك، لان ممكن يكون الباب اللي بتحاول تفتحه شايف فيه شر او فيه غمامه سوداء، هذا الباب ممكن تفتحه تلاقي ورا الباب غمامه او عراقيل او مشاكل، فسيب الامور بيد الله وهتفتح امامك الابواب البيضاء الصافيه اللي فيها خير ليك، فيها سعاده، فيها فرحه ليك، هتفتح قريبا باذن الله تعالى. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. انا شايف في طريقه تمشي فيه، الطريق ده هيكون في راحه ليك، هيكون في خير ليك، انا شايف ان انت ليك هدف وهتحقق الهدف، انا شايف الطريقه تمشي عليه وراح تحقق هدفك باذن الله تعالى، شايفك منتصر، شايفك فرحان. شايف برضه فينا في حد ظلمك او حد افترى عليك، شايف حقك رادع، حقك رادع ما تيأس، حقك رادع ولو بعد حين، حقك رادع بقدرة الله تعالى، حقك هيردع
لا تخاف، لا تقول إنه كسرك أو خد حقك أو هو عفي أو هكذا أو هو ظالم. لا، حقك رادع بإذن الله تعالى، وراح تفادى بعوض الله ليك، بعوض الله بإذن الله. بسم الله. الكاشف، أنا شايف برضه هنا في مجال هينفتح أو حدا تنفتح، هتديكم طاقة إيجابية أو هتديكم فرحة. أنا شايف هنا برضه في علاقة حب ما بينكم وبين شخص، شافكم إن أنتوا خرجتوا من شخص أو سبتوا شخص كذاب، خرجتوا منه أو تركتوه، لأن شاف في شخص ده كذاب قدر سبتوه، وأحسن إنكم خلصتوا منه، لأن شاف في طاقة فرحة انبساط، فرحة جديدة تطرق بابك، ممكن نقول خطوبة أو زواج أو مولود، لأن شاف فيها طفل الفرحة، ممكن تكون مولود ليك أو خطوبة أو زواج أو ردوع. أنا شايف الردوع فرحة في بيتك، رجعت الفرحة في قلب بيتك وأطفال وكلكم سعداء، ممكن تكون مولود أو تكون زواج جديد ليك بإذن الله تعالى. شايف في ربح مال ذيلك بفضل الله، مال ذيلك في ترقية في العمل تخص عملك أو حاجة تخص المال ديالك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. أبشر بي الخير، أبشر بي الخير بإذن الله تعالى. الفرحة ديالك بإذن الله، وشايف برضه هنا الزواج قريب منك إن شاء الله. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها، فضل وليس أمرا. نتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ونشوف إن شاء الله رسالتك يا برج الصور بتقول لك ايه. ربنا ياخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحة، ربنا ياخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحة ان شاء الله بإذن الله تعالى. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من الحسد أو من التعطيل أو بتعاني من أمراض روحية، في صندوق الوصف تحت الفيديو دوس على صندوق الوصف، هتلاقي منزلكم كذا لينك لجميع العلاجات بإذن الله تعالى، لعلاج السحر وعلاج المس. وداخل القناة أخواتي في الله هتلاقي برضه داخل القناة منزلكم القائمة، في كل قائمة منزلكم فيها 5 7 فيديوهات للعلاجات من السحر وعلاجات من المس وعلاجات من الحسد وجميع العلاجات بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة